شكرا لأنك ستشاهد هذا الفيديو. سنسعد باشتراكك في القناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها. يسعد مساء الجميع. النهاردة أنا بقيت أدخل مثلا في الأماكن العامة بجد النساء بتدخن، وبجد النساء بتدخن بقى سجائر، بتدخن شيشة، بتدخن أي نوع من أنواع التدخين. طبعا أنا مش عامل الفيديو ده أعترض على اللي بيحصل ده، لأن كل واحد حر في نفسه، وكل واحد حر في صحته، وكل واحد حر في ذنوبه وفي حسناته. ولكن أنا من واجبي أن أنا أو أنبه يا جماعة أن التدخين ده بيدمر كل أعضاء الجسم، تمام، وبيخلق مشاكل وأمراض كتير جدا مستقبلية. فأنا لازم أنوه أن التدخين بيسبب تلف في عنق الرحم، التدخين بيسبب تلف في قناة فالوب. فبالتالي أي واحدة عايزة أن هي تنجب، أو أي واحدة متأخر الإنجاب عندها، لازم تبطل تدخين، لأن زي ما قلنا التدخين بيعمل تلف في عنق الرحم، تلف في قناة فالوب، فبالتالي بيسبب عقم للمرأة. أتمنى أن الفيديو ده يكون عجبكم. على الود لقيناكم، وعلى مثله نودعكم، وتفضلوا بقبول تحياتي محدثكم دكتور أحمد أشرف. وبالفعل إلى اللقاء.